القوات الجنوبية تكبد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في معارك عنيفة بجبهة محور يافع. مسيرة جماهيرية حاشدة في سيئون تأييدا لمخرجات اللقاء التشاوري الجنوبي وتوقيع الميثاق الوطني. وتدشين حزمة من المشاريع السعودية في اليمن وافتتاح مستشفى عدن العام وإعادة تأهيل مطار عدن. استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي وفدا عسكريا رفيع المستوى من جمهورية مصر العربية برئاسة لواء أركان حرب محمد إسماعيل عبد الفتاح الذي يزور حاليا العاصمة غدا، وذلك بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري وقيادات الوزارة. ورحب العليمي بالوفد العسكري المصري مشيدا بتطورات النوعية التي تشهدها مصر على مختلف الأصعدة وخصوصا في الجانبين العسكري والأمني، وتحدث عن العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الشقيقين وبموقف مصر الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية ونظامه الجمهوري وصولا إلى دورها الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. أعلنت البحرية الأمريكية مصادرة شحنة مخدرات مهربة من إيران في ثاني عملية من نوعها خلال 48 ساعة. وقالت البحرية الأمريكية في موقعها الإلكتروني إن قاطعا سريع الاستجابة بعل خفر السواحل الأمريكي صادر ما قيمته 80 مليون دولار من الهيروين من سفينة صيد عابرة في خليج عمان في 10 مايو خلال ثاني عملية ضبط مخدرات للسفينة هذا الأسبوع. انفجرت محطة لتعبئة مادة الغاز بمدينة جعار مديرية خنفر بمحافظة أبين وسقط على إثرها قتلى وجرحى. وبحسب مصادر محلية فقد أدى انفجار المحطة الواقعة في منطقة المثلث إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة 6 آخرين كانوا بالقرب من المحطة وجرى إسعافهم على الفور. تخوض القوات الجنوبية معارك مع الجماعات الإرهابية، حيث أفادت مصادرها بتمكن هذه القوات من تكبيد ميليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة الإرهابي خسائر فادحة خلال الساعات الماضية. المزيد في هذا التقرير. يندلع القتال مجددا في محور يافع بين القوات الجنوبية وميليشيات الحوثي الانقلابية، قتال امتد لعدة محاور واستخدم فيه مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. تقول القوات الجنوبية إن ميليشيات الحوثي عاودت استهداف منازل المدنيين بقصف عشوائي قبل أن تتدخل هذه القوات لتأمين حياة المواطنين وتخوض معارك عنيفة استمرت لعدة ساعات وانتهت بتكبيد الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. فبحسب المصادر ذاتها تمكنت القوات الجنوبية من تدمير مرابض مدفعية للميليشيات الحوثية ومصادر نيران كانت تنطلق منها الطائرات المسيرة أيضا، فضلا عن مصرع العديد من العناصر الإرهابية الحوثية. وقالت إن الميليشيات ذاتها لا تلتزم بأي هدنة لكنها تلقت درسا قاسيا على يد القوات الجنوبية، وهي القوات نفسها التي خاضت معركتين متزامنتين خلال الساعات الماضية. فإلى جانب معارك محور يافع خاضت مواجهات ضارية ضد عناصر تنظيم القاعدة في وادي الخيالة بمديرية المحفد في محافظة أبين. القوات الجنوبية أكدت أن وحدات من اللواء الأول دعم وإسناد وقوات الطوارئ نفذت هجوما واسعا على مواقع تنظيم القاعدة في جبال وادي الخيالة لاستكمال تطهيره من فلول العناصر الإرهابية المتحصنة هناك، وتمكنت بالفعل من السيطرة على 90% من المواقع فضلا عن مقتل وجرح العديد من عناصر تنظيم القاعدة.
طبقا لهذه القوات فإن الحملة العسكرية مستمرة حتى تأمين كافة المناطق في جبال وادي الخيالة ومنع عناصر الإرهاب من التسلل عبرها إلى المدن والقرى الحدودية لاستهداف المدنيين والقوات الجنوبية، حيث كانت هذه الجبال قاعدة انطلاق للعمليات الإرهابية التي ينفذها تنظيم القاعدة مستهدفا القوات الجنوبية في محافظة أبين خلال الأشهر الماضية. اختطفت ميليشيات الحوثي 52 مواطنا بينهم أطفال من قرى ومناطق بيت الخضر في مديرية السوادية محافظة البيضاء، وأدانت وزارة حقوق الإنسان الحملة المسلحة الإجرامية التي تقوم بها الميليشيات منذ يوم الثلاثاء والتي تعد نسفا للجهود الإقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام في اليمن على حد تعبيرها. ودعت الوزارة المبعوث الأممي وكل المنظمات الدولية المختصة إلى إدانة هذه الجرائم الوحشية التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق أهالي بيت الخضر. استقبل نائب رئيس مجلس القيادة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ممثلي المكونات السياسية والاجتماعية والسلاطين من أبناء أبين الذين شاركوا في اللقاء التشاوري الجنوبي. وبارك الحاضرون من أبناء أبين النجاح الكبير الذي حققه اللقاء التشاوري الجنوبي وتوقيع الميثاق الوطني الجنوبي. هذا وعد الزبيدي بزيارة قريبة إلى محافظة أبين والوقوف على احتياجات أبنائها، كما كلف الزبيدي عددا من الحاضرين بإعداد مسودة لتفعيل دور الجانب القبلي في المحافظة لحل المشكلات العالقة. شهدت مدينة سيئون بمحافظة حضرموت مسيرة سلمية حاشدة تزامنا مع احتفالات الشعب الجنوبي بنجاح مؤتمر الحوار الوطني الجنوبي وتوقيع الميثاق الوطني الجنوبي وتأييدا للقرارات الجديدة. شباب الغضب الليلة في سيئون يحتفلون فرحين بما آتاهم الله من فضله بنجاح مؤتمر الحوار الوطني الجنوبي وتوقيع الميثاق الوطني الجنوبي وتأييدا لقرارات الرئيس القائد عيدروس الزبيدي. خرجنا اليوم نأيد قرارات القائد الرمز عيدروس بن قاسم الزبيدي وتوحيد الصف الجنوبي، ونحن سعداء جدا لهذا التوقيع، وإن شاء الله يرزو الجنوب إلى بر الأمان إن شاء الله. صراحة يعني لا نقدر نوصف شعورنا، كانت يعني ما توقعنا هذا الكلام من بعد 94، بعد 94 ما توقعنا أنه يوم من الأيام بيكون هذه اللمة وهذا الشرف الميثاق. المسيرة الحاشدة التي جابت الشوارع العامة شاركت فيها قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادات منظمات المجتمع المدني ومئات من أبناء وادي حضرموت. أبناء حضرموت اليوم سعداء بتوقيع الميثاق الوطني الذي حدد ورسم معالم شكل الدولة الجنوبية الفيدرالية القادمة. نبارك الشعب الجنوبي العظيم هذا الانتصار العظيم الذي يعتبر مفتاح النصر واستعادة الدولة الجنوبية، وهو اللقاء نجاح اللقاء التشاوري والتوقيع على الميثاق الشرف الجنوبي. والله شعوري اليوم سعيد جدا، وخاصة بعد أن تم التوقيع والتمت كل المكونات وتوحدت كل المكونات، فهنا تكمن قوة الجنوب العربي. شباب الغضب في مسيرتهم جددوا العهد بأن يكونوا جنبا إلى جنب خيارات وتطلعات أبناء الجنوب وحرية تقرير المصير، وأكدوا أن الشعلة ما زالت موقدة لكل فاسد متآمر يريد المساس بمقدرات الوطن. محمد بحفين، الغد المشرق، سيئون. زار وفد من قيادات ألوية العمالقة الجنوبية اللواء محمود الصبيحي في منزله بمنطقة رأس العارة في الصبيحة بتوجيهات من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قائد ألوية العمالقة الجنوبية عبد الرحمن أبو زرع المحرمي. وهنأ وفد ألوية العمالقة الجنوبية اللواء محمود الصبيحي بعودته سالما بين أهله ومحبيه بعد أن قضى 8 سنوات من الأسر في سجون الحوثي، مشيدين بثبات وصمود اللواء الصبيحي ورفاقه الأسر المحرمين. من جهته رحب الصبيحي بوفد العمالقة مشيدا بدورهم البطولي في الانتصار على ميليشيات الحوثي في الساحل الغربي وبيحان شبوة وحريب. كلكم على تحمل العناء وصولكم إلينا، أنا بصراحة كنت سعيد منكم 8 سنوات
لكن أسمع عنكم الكثير بالذات ألوية العمالقة فاضطرتم بطولات يعني في الساحة الغربي في محافظة شبوة في اتجاه بيحان وحديد ولكم صولة وجولة في الحرب الذي استمرت 8 سنوات فأبارك لكم هذه الانتصارات وأبارككم أيضا هذه السبب. افتتح رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي مستشفى عدن العام وإعادة تأهيل مطار عدن بالإضافة إلى تدشين حزمة المشاريع السعودية في اليمن، وذلك بحضور السفير السعودي محمد الجابر وعدد من المسؤولين. افتتح رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي عددا من المشاريع الخدماتية والصحية بتمويل من المملكة العربية السعودية، ومن أبرز المشاريع التي تم افتتاحها مستشفى عدن العام، مركز القلب والعيادات الصحية الملحقة بالمجمع الطبي، والذي سيقدم خدمات مجانية لأكثر من 500,000 مواطن سنويا في العاصمة عدن والمحافظات الأخرى. العليمي أعرب عن سعادته بافتتاح هذا المرفق الطبي الحيوي لسكان عدن والمحافظات الأخرى، كونه يمثل شاهدا جديدا على متانة وخصوصية العلاقات اليمنية السعودية، مشيرا إلى التدخلات الإنمائية والإنسانية التي تعمل عليها السعودية من المدن الطبية والتعليمية في المهرة وتعز وحضرموت وغيرها إلى المشاريع الواعدة في مجالات الطاقة وتحلية المياه، وقبل ذلك المنح التمويلية والنفطية التي صارت جزءا من مواردنا الرئيسية لإبقاء ملايين السكان على قيد الحياة على حد تعبيره. ويأتي مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام للإسهام في تحسين أداء القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة بمحافظة عدن وما جاورها، كما يسهم في تعزيز الصحة الجيدة وتحسين الخدمات الطبية، إضافة إلى زيادة فرص حصولهم على العلاج بجميع أطيافهم وأعمارهم وأجناسهم. هذا ووضع العليمي حجر أساس المرحلة الثالثة لإعادة تأهيل مطار عدن الدولي بحضور وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد وسفير المملكة العربية السعودية محمد الجابر المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المنفذ للمشروع. بعد ذلك شهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك والسفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر حفلة تدشين المشاريع السعودية في اليمن ضمن 229 مشروعا ومبادرة تنموية في أنحاء البلاد. من جهته قدم رئيس مجلس الوزراء شكره للمملكة العربية السعودية موضحا أهمية المشاريع السعودية في اليمن وأثر تدخلاتها الإنمائية ودورها المحوري في تخفيف المعاناة الإنسانية وتحفيز النمو والاستقرار الاقتصادي في البلاد. من جهته تحدث السفير محمد الجابر حول حزمة المشاريع السعودية التي دشنت الأربعاء بافتتاح مستشفى عدن العام والمرحلة الثالثة لإعادة تأهيل مطار عدن الدولي، مؤكدا التزام المملكة بدعم اليمن وشعبه على مختلف الأصعدة. النشرة متواصلة وفيها بعض فصل قصير. المكلا تشهد افتتاح كلية مجتمع الريان التقنية. نظمت كلية المجتمع بمحافظة سقطرى حفلا تخريجيا للدفعة الثالثة والرابعة لطلابها في مساق الدبلوم والبكالوريوس بدعم من مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية. وتخللت الحفل الذي حضره محافظ المحافظة المهندس رأفت الثقلي وعدد من القيادات المدنية والعسكرية فقرات وكلمات خطابية. وأكد الثقلي أن الخريجين يشكلون إضافة قوية ومميزة لقدرة المحافظة العلمية وسد حاجة سوق العمل من التخصصات الفنية المطلوبة. افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد الوصابي بمدينة المكلا كلية مجتمع الريان التقنية. الكلية تضم عددا من الأقسام والتخصصات، هي الأولى على مستوى البلاد. بإضافة جديدة للتقدم العلمي والمهني، علم جديد في سماء التقدم المعرفي والتقني والتكنولوجي يرفرف في سماء حضرموت. مدينة المكلا كانت على موعد مع افتتاح كلية مجتمع الريان التقنية.
سيشكل نقلة نوعية في التدريب المهني لأبنائنا الطلاب. هناك جهود تبذل حقيقة في كافة المجالات، في سواء في أقسام الكهرباء أو أقسام النجارة، وفوجئنا حقيقة بالأعمال المهنية خصوصا في قسم النجارة التي تكاد توازي ما نستورده الآن من الشركات الصينية والتركية. نحن لنا كاستراتيجية جديدة في 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 قيادة مكتب وزارة التعليم العالي والتدريب المهني أننا نهتم بالثلاث الجوانب الأساسية اللي هي المدخلات من الطلاب اللي جايين من التعليم الأساسي، وأيضا العملية التعليمية نفسها بما تشمله من مختبرات وأدوات وكادر تعليمي، وأيضا حتى نحسن من المخرج الأخير الذي هو عبارة عن ثمرة التعليم المهني والتدريب المهني والتقني الذي إن شاء الله سيكون له تأثير على واقعه وعلى واقع أسرته في المستقبل. الكلية تضم أقساما متنوعة وتخصصات هي الأولى من نوعها على مستوى البلاد. التخصصات تضم التغذية العلاجية وهندسة الأجهزة الطبية وإدارة المستشفيات والمراكز الصحية. طبعا كل التخصصات لم توجد أو لم تكون موجودة في المؤسسات التعليمية سواء كانت الحكومية أو الأهلية، ونحن انطلقنا في هذه الكلية في سياستها واستراتيجيتها بأن يعني تشغل سوق العمل وما يحتاج سوق العمل، وبالفعل في هذه التخصصات هي متميزة. وطبعا الفلسفة الأخرى لهذه الكلية أنها تخدم كل المحافظات المحررة بشكل عام. حقيقة يعني هناك معامل خصوصا معامل الحاسوب وبعض الدورات التي قامها مركز الملك سلمان ومعامل الحاسوب طبعا جهزت من قبل أشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن في اليمن لن نستغني عن دعم أشقائنا خصوصا في مجلس التعاون الخليجي. كنا وما نزال يعني منذ 10 سنين نحن نعتمد بشكل كبير على الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، وبالذات في السنوات الأخيرة دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية. افتتاح الكلية سوف يسهم في رفد المجتمع وأسواق العمل بمخرجاتها التعليمية والتقنية. أقسامها وتخصصاتها باتت الوجهة الأولى لطلاب محافظات حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق. أما الآن ننتقل إلى أخبار الرياضة. اقترب انتر ميلان الإيطالي من التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على ميلان بهدفين نظيفين في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية. وافتتح البوسني إيدن دزيكو التسجيل لمصلحة انتر في الدقيقة 8 قبل أن يضيف الأرميني ميختاريان الهدف الثاني في الدقيقة 11 ليقود الفريق لتحقيق انتصاره الأول على ميلان في سجل مبارتيهما بدوري أبطال أوروبا. نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز العناوين. القوات الجنوبية تكبد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في معارك عنيفة بجبهة محور يافع. مسيرة جماهيرية حاشدة في سيئون تأييدا لمخرجات اللقاء التشاوري الجنوبي وتوقيع الميثاق الوطني. وتدشين حزمة من المشاريع السعودية في اليمن وافتتاح مستشفى عدن العام وإعادة تأهيل مطار عدن.